المملكه، يعني هذه التجربه الثانيه من بعد الاحداث ديال الكابون. هما مازالين كيظنوا باللي المغرب راه كيدير علاقات مع الاشخاص. لا، يمكن تكون علاقات جيده بين الملك وشي اشخاص، مثلا مع صال ولا مع عمر، مع علي بونغو، لكن في نفس الوقت الدوله المغربيه لا تتدخل في الشؤون الداخليه وفي المشاكل السياسيه ديال الدول. هي كدير علاقه عميقه مع الدوله، عاد كتجي العلاقات ديال الاشخاص. لذلك شفنا الناس يراهنون دائما على هاد الاشخاص، وكانه غادي يجي الرئيس باصيرو الجديد وغادي يتقلب على المغرب. ووجه رساله واضحه بالتعاون كما وجهها رئيس ديال اللي في دوله الكابون نغينما، اللي وجه رساله واضحه انه هنا ما تبدلت حتى شي حاجه، بالعكس جاب التريه ديال 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 مكناس وداير فيها الله الوطن الملك، يعني رساله وحط وراه الخريطه ديال المغرب كامله. كنشوفوا هنا كيفاش الرسائل كتوجه، وشنا طبيعه الحال السي بالمقارنه مع المشاكل ديال الجيران. شنا الدبلوماسيه المغربيه كيف نشيطه، الدبلوماسيه الدينيه، شنا مثلا افتتاح ديال المسجد في غينيا كوناكري، افتتاح ديال المسجد في الكوت ديفوار. يعني المغرب كيتجه لتعميق العلاقات ديالو مع افريقيا ومع العمق الافريقي ديالو، وشفنا خطوات اللي كتجه في هذا الاطار هذا القضيه صفر مشاكل وتطوير العلاقات. وكان واحد ما عرفتش واش رديتي لي البال السابي طالب، واحد الخبر خرج على كينيا، كانت الزياره ديال وزير الخارجيه الكيني للمغرب، وتعلن باللي الرئيس ديال كينيا غوتو غادي يزور المغرب وغيكون ليه شي لقاء مع صاحب الجلاله. يعني اختراقات ماشي غير في افريقيا، في غرب افريقيا، بل حتى في شرق افريقيا. وغادي نشوفوا على العكس كما بديتي الحوار ديالك السي ابي طالب، كنشوفوا مشاكل كبيره كتورط الجزائر راسها فيها، يعني بواحد الطريقه غريبه. يعني راك هضرتي على العلاقات مع مالي، شفنا العلاقات مع النيجر، معامله الافارقه بشكل غريب، انه دوله كتقول لك تريد منافسه المغرب في افريقيا وكتعامل الافارقه بداك الشكل. انا صراحه غريب، بلا ما نهضروا على المشكل مع الامارات اللي غادي دابا وكيدخل شي يعني واحد التطور سلبي غريب، وهذا طبيعه الحال جيد للمغرب. ملي هضرت يا اخي ابي طالب على قضيه الصحراء واللي كيبت فيها تبت فيها الامم المتحده ومجلس الامن هذه الايام هذه، انا كنتسائل دابا شنو غادي يكون الموقف ديال الجزائر بما انه عضو غير دائم في مجلس الامن، واش هذا في صالحها ولا ضدها؟ لانك انت الناس غادي يشوفوك، هذوك القوى اصحاب المقعد الدائم غادي يشوفوك تما كيفاش كتصرف، واش انت عضو مهتم، عضو ملاحظ، ولا عندك فعلا شي مصلحه تما؟ يعني كي غادي دير؟ قبل الجزائر كانت كتصيفط لينا شي دوله من كتجي هي من الخلف وكتصيفط شي دوله تما موزمبيق ولا جنوب افريقيا ولا شي حاجه، هي اللي كتير هذه المشاكل هذه وكتبعد. لكن الان مادام انها هي جالسه تما، كي غادي يكون التصرف ديالها؟ يعني هذوك الا دارت شي مجهود كبير اوتوماتيكمون هذوك الدول غيسالوها يقولوا لها يعني انتم كتقولوا لنا راه لستم طرف، ولكن انتم راه طرف، ثم طرف من ناحيه راه هضرتي على القضيه ديال التجنيد، ديال التسليح، ديال الايواء، وماشي غير مجرد دوله مجاوره هربوا لها لاجئين وهي كتساندهم وفقط من سميتو. يعني كنشوف واحد العدد ديال التداعيات كي ولات كتضر بالجزائر، وكيفاش انها شحنات الجوار ديالها كله بما فيها مع ليبيا، ما عرفتش واش شفتي واحد قناه المرصد دارت واحد التقرير عليهم البارح، واحد الهجوم مع مر المغرب داروا على الجزائر. صراحه انا هذيك القناه بدات لهم السي ابي طالب، قناه المرصد اللي بغى يشوفها الاخوان، بدات لهم ما خلات لهم حتى شي حاجه، بدات لهم من احتل زيد بالمشاكل مع المغرب بجميع سميته. وهنا كنشوفوا باللي النبوءه الخالده ديال المرحوم الحسن الثاني كتحقق، حتى يعلم الله من حشرنا الله في الجوار. يعني اخيرا الدول الجارة والدول العربية كتفهم الهبال اللي كان كيتحملوا المغرب على مدى 5 ديال العقود، واحد الهبال غريب، واحد الدولة اللي جميع الصراعات في العالم كتحل. شفنا صراعات دموية عند الدول في داخل الدول مع الجيران وتحلات، شفنا صراعات عسكرية، ما كاينش شي واحد اللي يقدر يهضر على الصراعات العسكرية اللي وقعت بين ألمانيا وفرنسا
على مدى قرون ديال الصراع وديال الحروب، ورغم ذلك الناس وصلوا لواحد الوقت بلي راه غير كيضيعوا وقتهم، وخاصهم يخرجوا من هاد الدوامه ديال العنف ويدخلوا يتفاوضوا على المصالح ديالهم في الاطار والمنطق ديال رابح رابح. لكن للاسف السي ابي طالب، الدوله الجزائريه مازال ما بغاتش تنبه وتشوف هاد الامر هذا، هي مازال غاده، وهذا في صالح المغرب صراحه، لانه المغرب ما كيقلبش على المشاكل الجزائر، لكن الجزائريين بانفسهم عندهم ما عرفت اشنو غادي نسميه باش ما نقولش شي حاجه اللي سميت، واش هو نوع من السذاجه السياسيه باش ما نقولش الغباء، انهم كيلغموا العلاقات ديالهم مع الجيران ديالهم، وكيخليو المغرب يكون في واحد الراحه مزيانه. يعني كنشوفوا واحد الاختراقات السي ابي طالب في ملف الصحراء، زعما شفنا حتى الناس ما عرفتش واش كيتبعوا المفاوضات مع اسبانيا على المجال الجوي، كيفاش غادي يفتقدهم كبير، واسبانيا ولات كتنشر ولا هذا اللي مكلف بالاجواء كينشر الخريطه ديال المغرب كامله بدون يعني بدون تحفظ بدون اي شيء. يعني كنشوفوا اختراقات كبيره، وانا كنتفق معك السي ابي طالب، هذا الملف غادي في طريق يعني طي، خاصه الى كنشوفوا مع الرجوع، الى كان هذا الرجوع ديال 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 ترامب السلطه في امريكا، غادي يعجل بطي هذا الملف النهائي. تحياتي لك السي ابي طالب وشكرا. الله يخليك الكريم سي احمد بيروك، شحالك؟ لا ابي طالب، انت كيفك؟ ياك لاباس. لو انت شو سيت قالوا هاو الناس والفت والله مزال. ما شاء الله، انا ماني بارك الله عليك ابي طالب. ثم اسمع الرباط برد. ما شاء الله، اليوم بالامس كان صعب شوي، ولكن اليوم رجعت الامور طبيعيه الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الموضوع اللي يتكلم عنه ابي طالب موضوع واضح لكل حد، الصراع بين المغرب والجزائر، هيك الجميع اللي فهم ما تقدم ولا تقاعس. واليوم المسائل واضحه لكاع المجلس الامن السابق، كل حد عارف الروايات وعارف الطبيعه كامله. وظاهره الجزائر بفشلها الدبلوماسي وتخبطها، لا قميلت القطيفه، مره تعظم مره تبرك، مره تقول عنها ما عندها غرض بهذا الملف، ومره تقول عنها لا مراقبه. نحن ما عرفنا قاعد قصر المراديه اللي يدور، ما عرفنا شنو هذه من 75، هو يتمرمح، ما عرفنا اللي يدور شنو. مره يقول عنه مراقب، مره يقول عنه ما يعنيه الامر، مره يقول عنه اللاجئين. من قضيه اللاجئين، ما خارجين اللاجئين في العالم قاع مسلحين ولا يتدربوا ولا عندهم كذا. من قضيه هما صانعين دوله على سبخه الرابوني بوزاراها، هاي ما ثلاثه اللوجو ما ثلاثه خالقهم. ثانيا مصطفى والسيد البشير اللي كان على داخل ما يسمى بداخليه البوليساريو، قعد في فرنسا وقال لهم عن ذا الشيء كامل خالقه لا الجزائر، وعن ذا الشيء كامل اللي يقول لكم راهو ما خالق منه شيء، خالقه لا الجزائر. نص الناس اللي في المخيمات هاجر شو اوروبا، نصه طالبه به المحاكم الجزائريه، نصه معدل الخروقات فما بدل رسمياته، وهذا قالها لهم مصطفى دسيل البشير. وعلى الامر بعيد من ذا اللي تخمم به الجزائر، الجزائر اليوم نرجو لها من الله عنها يعطيها مولانا ان شاء الله قياده رشيده، واولادها يعودوا مهتمين برد الجزائر الى قيمتها الدوليه وقيمتها الاقليميه، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. اما الظاهر اللي عن هاو الشيب الله يعفي علينا وعليهم على المدقدقين روسهم، الانسان اللي يقعد مدقدق راسه ما تعرف قاع سياسته منين، كل مره يحلم ويجي متفرقل، مره كذا وكذا. وهذه المسائل واضحه لكل حد، وهي الزياره ديال المبعوث اللي جا الموريتان وجا المملكه المغربيه، هاي رساله واضحه على المجتمع الدولي، ما يتم يحانيش من روايات ما هي طبيعيه. شوف هذا اسمه الزياره الدمستوره، هذه زيارة روتينية يمر إلى الدول الأربعة المعنية قبل دائما إجراءات، وأنا أقول لك ما سيخرج أنه يجب الإسراع بطاولات المفاوضات والطاولات المستديرة التي كانت قد بدأت والتي أشادوا بها، وهذا هو الأمر وليس هناك يعني جديد. أنا ذكرت على الأرض أن المملكة المغربية الذي يعتقد أنه يستطيع أن يحسم الموضوع على الأرض، هذا يعني هو الذي يعيش في الأوهام. المملكة المغربية حسمت الوضع، الملف على الأرض محسوم، هذه يعني أراضي أقاليم جنوبية بما تحمل كلمة معنى، يعني بمرافقها العمومية وبممارسة جميع أنواع السيادة،
بمفهومها القديم والجديد. والناس مشاو قاعد كساكنة الأقاليم الجنوبية في المملكة المغربية، احنا اليوم الخيار لنا نختار حد يبنينا ولا حد يدمرنا. شكرا الأخ جاسم. نحن اليوم كأجيال لا أخ أبي طالب نختار اللي يبنينا. والجزائر هذه من 75، هذه 50 سنة هي تدمرنا. الأجيال خلقت على ترابها ما اعترفت بهم، ذا تهرب عنا على المسائل الإنسانية قبل كل شيء. ثانيا هذه اللاجئين على التراب الجزائري ما عندها كرنت لاجئ ولا معترف بها، ما هي محصية ولا معروف ولا شيء، وهذا تهرب منه الدولة الجزائرية، وذي علامة علامة اللي قلت لك. المهم بعد انه 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 ان خاصة الأخ كادير اللي قد طلع معانا هون الجزائري، وقال ان لما ذلك البيان الذي أصدره يعني مجلس أعلى للأمن في الجزائر، وعندما قال دولة صادقة قال عدائية قال لا نعرفها، هي الآن تأكد بما لا يدع مجال للشك على لسان رئيس الجمهورية في الجزائر أن المستهدف والمعني هي دولة الإمارات، يعني بطريقة واضحة. والإمارات ردت كذلك، وشوفوا شوفوا أيضا المستوى الدبلوماسية نفس المعاملة. الإمارات ردت بدون كذلك أن تسمي الجزائر، ولكن ردت يعني بكلام محترم، وقالت أنها لن تنجرف وراء يعني هذه الحرب الكلامية. ولكن تستغرب، وهذا الكلام الذي قلت، دولة بعيدة أن تستهدفها، لماذا؟ وهذا هو الذي قلت، أن الدبلوماسية ربما في الجزائر تخلق، هي التي تخلق لنفسها أعداء، تخلق لنفسها أعداء. طبعا عنا من هذا المنبر نتضامن مع دولة الإمارات المتحدة، والإمارات اليوم هي قدوة للاستثمار وقدوة للنجاح، وذا هو اللي ذا هو اللي ذا هو اللي يعرفوا إخواننا الجزائريين، يعرفوا الدنيا كاملة. على الإمارات مشات تشور بلاد بعيد، ما تلقوا قد يلحقوها. صحيح. وعن هذا اللي واحلين فيه، ذي الصراعات اللي واحلين هم فيها، ما واحد فيها حد، وهم فشلوا سياسيا وعادوا لا كل مرة يتهبزوا، ما تلقوا قاعد عارفين صاحبهم منين. أخوة الكرام، دائما استهداف للسينيال، وصلونا 200 ألف على الأقل، الحمد لله إحنا قريبين من 1000. قلت هذه الصورة لماذا نشرتها؟ لأن الفريق أول السعيد شنقريحة لاحظ الجميع المتابعين وأنا من بينهم، هو تكثيف الزيارات التفتيشية والتفقدية للنواحي العسكرية كلها، لجميع المرافق العسكرية. والغريب في الأمر الذي انتبه له الناس هو خطاب الفريق الذين يقولون من هو هذا العدو الذي يتم الحديث عنه في كل الثكنات العسكرية الجزائرية وفي كل النواحي العسكرية الجزائرية. أكبر المتابعين والمحللين يتساءلون، هو عندما يأتي يبحث يفتش الجاهزية، ماذا ناقصكم؟ خصكم جاهزين لأي وقت ولأي احتمال. ويبدو أن الجزائر أو النظام الجزائري متأكد من خطر قادم أو شيء من هذا القبيل. على كل حال، كل التصرفات تدل على ذلك، ونحن كمتابعين على العكس، نحن من الخارج نقول نحن والله لا نرى يعني هذا التهديد. من المغربي نفسه، أكبر حدودكم مع المملكة المغربية وهي التي تخشون، يبدو أنكم تخشونها. الملك المغربي يقول لن يأتيكم أبدا شر ولا سوء من المملكة المغربية. تفضل. أنا بغيت غير في هذه النقطة ديال الإمارات، أنا اللي جاني غريب في التصرفات هذه، ما هو ذنب الإمارات؟ قولوا الرأي العام، ماذا فعلت الإمارات أولا؟ انه هذا خاص بعدي تعطيونا المعطى باش نفهموه، باش نقول واش امارات ظالمه او مظلومه، نعرفوا بعدا. انت ما يمكنش توجه تخدم من التحت، حنا ماشي جالسين في الحمام ولا جالسين في سميتو، هذه راه دول، هذه راه مصائر ديال شعوب، ناس جزائريين عايشين في الامارات، العلاقه التجاريه، امارات عندها استثمارات في الجزائر، الى اخره الى اخره. قول واش نو دارت الامارات، خرج بتصريح، ديروا مثلا كما دار العمامره للمغرب، جبد واحد اللائحه ديال المشاكل مع المغرب، بداها من يوغرطه
بدا من المشكل ديال يعني ما قبل الاسلام في المغرب، وبدا كيسميتو، وكانت بالغرابه بما كان، لان مشاكل تاريخيه فيها صراعات فيها سميتو. قولوا للناس شنو دارت الامارات، ولماذا لم تقطع العلاقات مع الامارات يا عباد الله؟ انت دوله كتهددك وكتهدد المصير ديالك، وهذا خاصك على اضعف الايمان تقطع معهم العلاقات، باش الناس، باش الاماراتيين يعرفوا ريوسهم، يعرفوا شنو داروا الذنب ديالهم ضد الجزائر، ويعرفوا باللي راه كاين شي مشكل خاصهم يحلوه. اما ان اما هاد 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 اللمز وهذا، وانا ما عارفش باللي السي ابي طالب باللي راه الجزائر جاوبت رسميا، باللي الامارات جاوبت رسميا، هما جاوبوا بطريقه غير رسميه عن طريق وزير خارجيه سابق، يعني ما حتى يعني حتى الامارات ما خداوش هذاك الوقت، لانه ما كاينش شيء رسمي. انت جالس كتلمح الدوله بحال نوع من الفوازير. السي ابي طالب دوله صغيره حجمها كبيره اموالها، وهذا وخاصك انت تقول لنا الى دوله اللي كنعني، قول الدوله بالاسم ديالها وقول شنو دارت وقطع مع العلاقات، هذا هو الوضوح. تحياتي يا ابي طالب. تفضل دكتور. الاخ المحترم، اليوم الازمه اللي عند الشقان الجزائريين هي ازمه اقتصاديه، وهذه تحركات الازمات الاقتصاديه، وهذا هو اللي شال الحكومه الجزائريه. اما هذا التهباز كي قال لك الاخ، هذه الدوله الصغيره تنعت هي الناس كامله صغار، الكبيره لا الله، والكبيره لا النجاح، والكبيره لا الانسان اللي خاصه يشارك الناس اللي بشي صالح. اما هذه الاتهامات الخاويه نحن ظاهرنا عنها، هذه ازمه سياسيه وازمه اقتصاديه عند الدوله الجزائريه، واليوم تصدرها كل مره تزرقها شرب ليده. تفضل دكتور عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا اخي؟ ما شاء الله الحمد لله. هو من اخوان انت في الرباط سول فينا، راه منك كنتي في الجامع كنا حتى حنا حدا الجامع. ياه. هو راه انا ساكن في تمار انا. ايه صحيح قريب. هو راه انا بكل سرور. باقي في الرباط؟ في الرباط. باقي في الرباط؟ نعم. ايوا ايوا ديروا شي اتاي مغربي ولا شي اتاي. شي اتاي صحراوي، غير هو ذاك الصحراوي شويه تيطول. مرحبا بك اخي. الا كان كان عندك شي قيود نتلاقى ولا بغيت. كامل الاخبار ان بنادم من يتلاقى يبدا يصب في اتاي باش يطول المجلس. انا كانوا كيديروا لي شي اخوان، شي اصدقاء ديالنا، كان معايا الشيخ احمد ودبده، هو معروف كان برلماني معنا في المستشارين، وكان عنده السكن في الرباط، وكيقول لي دوز زر الاخوان جاوا من الصحراء نتيو. واحد النهار قلت له طولتي عليا صاحبي، خوي راك بقيتي عليا خوي واشي ساعه وي خوي. قلت له صاحبي راه قلت انا حاضي ذاك الكاس، ولكن صراحه الجلسه معاهم عندها صراحه عندها واحد ما تقدرش ما تشبعش من الجلسه ديالهم. هذه الجلسه كيبان ليه الانسان على انها مجرد جلسه ديال اتاي، ولكن النقاش السياسي اللي تيكون في ذوك الجلسات نقاش مستوى عالي. صحيح خويا. الاخ تساءل واحد السؤال مهم جدا، هو ما الذي يزعج الجزائر من الامارات؟ والحقيقه معروفه جدا، الامارات ما يزعج الجزائر هو موقف الامارات من قضيه الصحراء المغربيه، وموقف الكل يدور حول المغرب. فعلا ولكن الموقف الامارات، لماذا الامارات بالذات؟ نحن نعرف ان كثير من الدول وخاصه دول مجلس التعاون الخليجي، نضيف لها مثلا المملكه الاردنيه الهاشميه، عندهم موقف سياسي ودبلوماسي من قضيه الصحراء المغربيه لم يتغير من 1975، لم يتزحزح رغم حتى في اوقات الازمات لا يتغير الموقف. الموقف الاماراتي يزيد شيئا ما. اين هي الزياده؟ هو ان الموقف الاماراتي لا يتوقف شيئا ما. الصوت. الموقف الإماراتي لا يتوقف فيما هو سياسي ودبلوماسي، لا، يتجاوز إلى أهم شيء وأخطر شيء، هو الموقف الاقتصادي. أن الإمارات لا تكتفي فقط نحن معكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يأتيك الدور بعد الأخ الدكتور عبد الكريم إن شاء الله. هو أن الإمارات
لا تتوقف فقط في الموقف السياسي والدبلوماسي، ولكنها تبادر المبادرة، وهو الجانب الاقتصادي وهو الأهم، وأنها الآن تساهم في تغيير وجه الصحراء المغربية من خلال دخول مجموعة ديال الاستثمارات. والأخطر من هذا هو أن الإمارات تتحرك في محور ثلاثي الذي هو المغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية والإمارات، يعني أن حضور الإمارات في هذا المثلث ودعمها لكل تقارب اقتصادي بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودعمها للمشروع المشاريع الاقتصادية، وخاصة إلحاق أو تمكين دول الساحل من المحيط الأطلسي، الإمارات حاضرة. وحينما نتحدث عن الإمارات نتحدث عن رأس المال، يعني أن الإمارات دولة عندها التجربة في الجانب في الاقتصاد المينائي، وأنها تنزل بقوتها الأول السياسية، لأن الإمارات أصبحت دولة مؤثرة على المستوى الدولي، وهذه حقيقة لا يمكن أحد أن ينكرها، سواء على المستوى العربي ووجودها في إفريقيا، استثماراتها الموزعة في العالم كله. إذن هي تدعم هذا المنح الاقتصادي الذي يقوده المغرب في علاقته مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. والحضور السياسي والاقتصادي والمالي للإمارات وتقوية محور الداخلة الوديبو، هذا الذي يزعج البعض. أما المسائل الموقف السياسي هو معروف من زمان، وكلما تقوى هذا الوضع الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، واقتنع الموريتانيون، ورغم أنهم مقتنعين ولكن كاين بعض الأشخاص، اقتنع الموريتانيون على أن مصالحهم في هذا المحور وفي هذا الممر الدولي، ومصالح موريتانيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي أنها تمشي في الشراكة مع المغرب، كلما زادت الفكرة قوة كلما انزعج البعض. لهذا الناس تحقد على الإمارات بهذا السبب، ولا وما كاينش سبب آخر، هو دعمها لهذا الحضور المغربي في الجنوب ديالو، ثم الممر بين المغرب وبين موريتانيا. يمكن أبي طالب واحد التفاعل مع الدكتور؟ نعم. وي انا الدكتور كنت هذه النقطه اللي مشيتي لها، لكن احنا عارفين كاملين باللي الامارات السي ابي طالب زعما ماشي اخترعت وضع جديد ولا وقع تغير، عارفين الحاكم الامارات اليوم شارك في المسيره الخضراء، يعني هو مازال صغير شارك فعلا وعنده عقل. انا معك نعم، غير نكمل السيده. لا ما تفضل غير باش تتضح، لانه الاشكال دكتور انا كنت اتفق معك يمكن هذا في البعيد، لكن الامارات الخطوات ديالها لم تكن يوما ما مستوره ولا في العلاقات ديالها مع المغرب، كانت واضحه دائما العلاقات تاريخيه مع 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 المؤسس ديال الامارات بينهم مع الحسن الثاني، واستمرت كذلك سميتو. وما نساوش 2020 افتتاح إمارة كأول دولة عربية إلى حيدنا جزر القمر اللي افتتحت قنصلية في الصحراء. يعني السؤال ديالنا، ما هو الطارئ، ما هو الخطر، الجريمة الشنعاء اللي دارتها الإمارات حتى بين ليلة وضحاها ولا هذا الهجوم؟ يعني هذا هو السؤال، واش هما الاستثمارات المعنية؟ أنا روز هو زيارة الملك الحقيقية، لأن تعرف أن في الأيام الأخيرة أو في الأشهر أو السنوات الأخيرة أن الملك يعني قليل التحرك وأداء الزيارات الرسمية للدول. كون الرأي الملك المغربي يقوم بنفسه بزيارة العمل والرسمية للإمارات والتوقيع على مشاريع ضخمة هي التي أثارت حفيظة يعني النظام في الجزائر، يعني زادت من لأنهم بدأوا يقولون الإماراتيين يعطون المال للمغاربة من أجل زعزعة الأمن في الجزائر. هذا هو الحقيقة، منذ ذلك الوقت هو اللي لاحظت أنا شخصيا أنه بدأ يكون استهداف مباشر للإماراتيين، لأنه يجب أن نذكر أن تنقل الملك بنفسه له أبعاد قوية جدا. أولا يؤكد أن هذا الأمر مهم جدا، ونحن بدأنا منذ تلك الزيارة نلاحظ أن وتيرة أيضا
الأعمال والتحضير في المملكة المغربية قوي جدا. أنا يعني زرت بعض المدن، يعني في الحقيقة ربما في السنوات القادمة المغرب كامل يكون شانتي، يعني يشتغلون على وبطريقة أيضا كما يقال ستركتورال، يعني يستهدفون أحياء. مثلا الآن كيضرب السلطان في المملكة المغربية في الدار البيضاء، هذا يعني حي كبير جدا، مكان كبير، يعني لاحظت أعمال قوية. وكذلك ميناء الأطلسي الذي قبل أشهر كان يعني مستوى التنفيذ كان قد بدأ وصل 12%، ولكن الآن أعتقد أنه هو حوالي 30%. هذا أيضا الإمارات كانت توقيع في هذا الباب، يعني وعندما دعمت الإمارات مشروع الأطلسي بطريقة غير مباشرة، هي دعمت دول الساحل، وهذا هو الذي تقول الجزائر أن هذه تجعل هذه الدول تتمرد عليها. فهم هذا يعني بالنسبة لي هو طيب، انا فاهم هذا سميت، انا غير كنهضر من انطلاقا من المنطق الدبلوماسي والعلاقات بين الدول. ما يمكنش انت تفرض انا راسك على امور سياديه، انا هذه راها اشياء سياديه دي من صميم وجود الدوله. راه نفس الموقف ديال اسبانيا غيرت موقفها، والجزائر تحجب اللي لا راهم عندهم مسؤوليه تاريخيه وهم المسيرين للمنطقه الى اخره، لكن علاش انت ما كديرش هذه الامور مع الولايات المتحده؟ يعني خاصك ديرها مع السعوديه. ماذا الى السعوديه دارت نفس الشيء؟ غدا تقول استثمارات في الصحراء، اش غادي دير؟ تقطع العلاقات مع السعوديه، تقطع العلاقات مع امريكا. الخبر يعني الخبر ان الفرنسيين اعلنوا رسميا استثمارهم في الاقاليم الجنوبيه، وسنعلن عن ذلك. على اخت جنات هنا، ممكن دقيقه نسمعها؟ دخلت من بعد غابت جنات، الاخت جنات غابت عنا، يعني ربما نزل. ايه واصل الاخ انا رز، كان عندك استثمارات في نفس الاسبوع امريكا استثمار ديال 500 الف يعني المشاريع الصغيره في مدينه الداخله 500 الف، وفي العيون 500 الف. الشيء اعلن عليه الوزير الفرنسي بلي غيكونوا استثمارات في سميتو في الداخله، يعني الاستثمار في الخط الرابط بين مدن الجنوب والشمال، يعني الكهرباء. يعني كاين استثمارات كبيره، ما يمكنش انت هي مواقف سياديه ديال الدولات تحاسب عليها، لان العلاقات ديال الدول واضحه، والامارات كانت دائما واضحه في علاقاتها. يعني نعم، الاخ جاسم لم يطلب جست، الاخوه قالوا يطلع جاسم، قلت لهم لم يطلب جست. انا بعض الاحيان انا نفس الشيء، بعض الاحيان اتي الى لايف وادعمه، وليس القصد مني هو اني اطلع، القصد فقط انه اعجبني اللايف، وربما اكون في ظروف لا استطيع ان اطلع فيها، وبالتالي انا اذا لم يطلب شخص جست فانا لا اقوم بدعوته، لان الاخوه قالوا لي طلع الاخ جاسم وبحث في الجست، هو لم يطلب، يعني لم يطلب هذا، لم يطلب جيست. هنا المملكة، تفضل. السلام عليكم، تحياتي. تفضلي. تحياتي للجميع من المملكة المغربية الشريفة، من أقصى شمال المغرب، أقرب نقطة إلى القارة العجوز، من مدينة طنجة، مدينة البحرين. تحياتي لكم جميعا. الأخ أبي طالب، كنشرفوا بكم، كنشرفوا بالإخوان، رمضان مبارك سعيد على الجميع. أما فيما يخص يعني هذا النظام وهذا يعني هذا شانقول الكيان اللي فعلا اللي كلمسوا أنه فقط هذه الهرطقات هي يعني اللي بغينا نوصفها، كأن هذا النظام يتخبط يعني ويطعن في جل يعني دول الجوار. الآن كيصدر جل أزماته إلى المغرب وإلى الإمارات، كما يعلم الجميع أن هذا النظام يتنفس يعني عبر زعزعة استقرار جل دول القارة الأفريقية، لا نستثني أي دولة يعني الآن كنشوفوا المشاكل اللي عنده مع مالي، مع ليبيا، مع
المغرب منذ 60 سنة وهم يمشون على نفس يعني الخطى، منذ 60 سنة وهم يعني في هدر الأموال، شراء الدمام، إعطاء الرشاوي فقط لتحقيق يعني مآربهم. العالم بأسره يعلم أن الأطماع المباشرة للجنرالات هي منفد على المحيط الأطلسي، ولكن هيهات هيهات لن يتحقق الحلم. يعني سياسة يعني النظام كما يعلم أن الجنرالات بينهم وبين السياسة خطان متوازيان لا يلتقيان. هذا هو النظام الجزائري الآن اللي فعلا يقبع في الحكم منذ 60 سنة. سياسة التجهيل والتفقير التي مورست على ذاك الشعب يعني تتجسد الآن في هذه المنصات التيكتوكية، في عوض أن يصعد الجزائري ويتسلح يعني بأدوات اللي نعلم أنه يعني يدافع كما يسمى عن دولته، ولكن عليك الصعود يعني بأدوات تسلح بالعلم، تسلح يعني بأدوات ملموسة. يعني تعرفنا على الإنسان الجزائري أنه لا يشبه يعني الإنسان لا المغربي ولا الموريتاني ولا التونسي، ولا إنسان جزائري تركيبته يعني خاصة كارثة بكل المقاييس. هي سياسة فعلا نجح فيها النظام الحقير، سياسة التجهيل والتفقير الآن التي تمارس على هذا النظام، طوابير بشتى الأشكال والأنواع، هي سياسة ممنهجة من الجنرالات كي يبقوا هذا الشعب تحت الحذاء الجنرالاتي. إذا لربما إذا ما أردنا يعني أن نجد حلولا لهذا الشعب وجب يعني خاصهم رجل منقذ مثل أبي أحمد. إثيوبيا التي يعني عاشت الويلات، عاشت التمزقات، عاشت يعني في الصراعات، حروب أهلية. إثيوبيا إريتريا انفصلت عن إثيوبيا، نعم، فأصبحت إثيوبيا دون يعني سواحل بحرية. ولتجد إثيوبيا حل أشنو دار يعني قامت يعني باتفاقيات مع جل دول الجوار اللي عندها يعني السواحل، يعني يعني أقامت كذلك ب يعني إنهاء الصراعات مع جل دول الجوار. إثيوبيا التي عاشت المجاعة، إثيوبيا التي فعلا المجاعة مميتة اللي فعلا ذهبت بآلاف والملايين من الإثيوبيين. ففعلا الجزائر يلزمها رجل منقذ. إلى متى هذا الشعب سيبقى يعني يقبع في الفقر وفي الذل وفي المهانة؟ هذا هو السؤال الكبير. كذلك ناهيك عن الزلزال السياسي الذي تعيشه الآن الجزائر، فعلا ألا يتساءل الجزائريون السؤال الحقيقي، كيف يعقل أن تقدم يتم تقديم الانتخابات الرئاسة دون أن يتساءل الجزائريون؟ كما يعلم أن في الأعراف الدولية تقديم أو تأجيل الانتخابات الرئاسة هو دليل قاطع على الاستقرار في ذاك البلد. تحياتي كي لا أطيل، شكرا لك أخي، كان للشرف تواجدي معكم، كل حب وتقدير لكم. قريبا مدينة طنجة إن شاء الله الجميلة لدينا. تحياتي لكم مدينة البحرين. نعم، مدينة طنجة، الاستثناء الطنجوية كما هو. نعم، مدينة البحرين. تحياتي لك أخي، مرحبا. باي باي. ثم أشرف، باي باي. يا أبي قادر، مرحبا أخي. غير ذاك، غير جواب على الموضوع ديالك، إلا تبعنا مزيان هذيك سميتو اللقاء الصحفي اللي دار الرئيس تبون، رئيس تبون على الإمارات، رجل علاش هو دابا يتهاجم الإمارات؟ رجلها قال لك حيت الإمارات كتدخل في السودان وكتدخل في الساحل وفي ليبيا. هذا هو سميتو. حنا كنعرفوا بأن الجزائر هي دولة وظيفة لفرنسا، وكنعرفوا عاوتاني كنعرفوا بأن فرنسا تقربت بزاف في القطر، فهمتي؟ وقطر وفرنسا عندهم كيف قال لك، فهمتي؟ لي زانتيغي ديالهم بحال، فهمتي؟ لي زانتيغي ديالهم بحال. خصهم يضدوا الامارات، وعرفت نعرفوا عاوتاني بان الامارات عندها دخلت مزيان في الدول الساحل بحال مالي وبحال بوركينا فاسو وفي ليبيا، فهمتي؟ ما كنظنش انا بان زعما الجزائر عادات الامارات على ود الاستثمارات اللي دارت الامارات في المغرب. جو بونس با كو سا بوتيت سي
c'est une partie du problème, mais c'est pas tout le problème. Le problème, c'est le rapprochement entre le Qatar et la France. Et on sait très bien que le Qatar vient d'investir des milliards de dollars en France. السلام عليكم. يا شكرا 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 على هذا التحليل، ولكن حسب يعني اللي حسب اللي ظهر لنا ان الكل هو في كلامه قبل هذه الدول تحدث عن الدول الجارة، تحدث اول شيء عن المغرب يعني، وبالتالي دول الساحل اليوم هي في يعني ابدت استعدادها للشراكة مع المغرب، وبالتالي انا اعتقد شخصيا كما تقول الجزائر هي تعتبر ان العدو الاساسي والذي ياتي من الخطر هي المغرب. اتفق معك، المغرب هو العدو الكلاسيكي، فهمتي؟ سي لينمي ايترنيل، فهمتي؟ عمره ما غيتحيد. الكل يدور بالنسبه لهم، الكل يدور حول المغرب والاقاليم الجنوبيه، قضيه حياه او موت بالنسبه لهم. عندما يتحدثون عنها بحرقة، وزير الخارجية يعني يتحدث يقول لك في أحلامهم في أوهامهم وكذا وكذا، يعني كأنه يتحدث يعني عن أمر يخصه. وبالتالي أنا أعتقد أنه زيارة الملك المغربي للإمارات يعتقدون أنهم يعني قاموا بطبخ سياسة أو شيء من هذا القبيل، وأنها قائمة على زعزعة. هذا نقول لك كل صراحة، لأنه أتابع الوضع جيدا. هم بالنسبة لهم طبعا نحن نرى الشكل وانه كذا، ولكن بالنسبه لهم ان المغرب والملك يعني تنقل الى الامارات والتقى بهؤلاء لانهم يعني قاموا بالنسبه لهم بطبخ اجنده، والهدف منها هو زعزعه الجزائر. هذا هو الذي يمشوا عليه والذي مؤمنون به ويعتقدون انه هو الامر الواقع، وبالتالي تراهم يعني كما قلت زيارات الفريق الشنقريحة للنواحي العسكرية، وكلامه والطريقة اللي يقول الخطر قادم ويجب أن تكونوا في أكمل الجاهزية لمواجهة أي خطر وكذا وكذا. هذا يعني في عقولهم، مع أني أنا شخصيا لا أعتقد أن كما قال الملك المغربي أنه سيدفع إلى زعزعة الاستقرار في الجزائر. متفق معك في هذا النقد، حيت الا دفعنا في زعزعه الاستقرار ديال الجزائر ماشي في مصلحه المغرب وماشي في مصلحه سميتو لا ريجيون كامله. نحن هم لا يفهمون انه اليوم المصلحه البلدان هو ان تفتح الحدود وان يسمح بحركه المواطنين والمستثمرين في اي اتجاه، وان يتم توحيد قانون الاستثمار في البلدان الخمس في المنطقه، وان نتعدى هذا الملف. هم عندما لماذا الجزائريين عندما أرادوا أن يقيموا هذا الحلف بدون المملكة المغربية علاش ما يجيبوا معهم الجمهورية العربية الصحراوية؟ ألا يعترفون بها؟ أتفق معكم. زيدك واحد القضية، يمكن كنت استمعتي لواحد الفيديو مسرب ديال لذاك جنرال توفيق. نعم، جنرال ديالهم توفيق، كان واحد الفيديو مسرب وتيقول بالكلمة صريحة، وتيقول لك الا بغات هما تيقلبوا تيقلبوا على ليدرشيب في لافريك دي نور، هما خصهم يكونوا شواكر كما تيقولوا بالكلام ديالهم، شواكر ديال لافريك دي نور، وباش يكونوا شواكر ديال لافريك دي نور خصهم يضعفوا واحد البلاد اللي هي المغرب، حيت المغرب البلاد الوحيده اللي كتنافسهم اقتصاديا وعسكريا هي المغرب. صحيح. فهمتي؟ وتيقلبوا باش يضعفوها، هذا هو المشكل ديالهم. الا سمحتي لي بطالي انا بغيت نرجع لهاد النقطه. لا انا ما عرفت واش الناس ما عارفينش، علاقات الامارات بفرنسيه جد متميزه، علاقات جدا ما غلطوش الناس لا عسكريا لا اقتصاديا لا جميع سميتو، ما كاينش فين يدخل شي واحد بينهم. هناك صداقات، اكثر صداقات الحاكمه في الامارات من قطر مع النظام الفرنسي. طبيعه الحال هذه مفروغ منها، لذلك شي واحد يتوهم انه كاين شي مشكل بين فرنسا والامارات ولا كاين شي تحالف مع قطر. حتى العلاقات مع قطر بين قطر والامارات ما بقاتش بديك الحده اللي كانت، راه كاين واحد الانفراج. طبيعه الحال ماشي
سون با يعني الاصدقاء سميتو، لكن راه ما بقاش داك التوتر اللي كان في الماضي في وقت الحصار وهذاك الصراع، لانه معرفو تجاوزوا سميتو. راه كان كاع لقاء، كانت زياره ديال حاكم قطر الامارات في داك فاش كان داك الاكسبو تما الى اخره. انا هذا هو اللي كنت جاي ليها السي ابي طالب. الجزائر في فاش كدير شي مصيبه دبلوماسيه وما كتقولش علاش، راه الامر ديال المغرب. يعني دائما نقول يعني هو تهضر الجزائر مع شي واحد تخاصم معاه وما تقولش علاش، عرف راه هذاك هو المغرب، لان هذا هو دائما داك الهضره عليك الحاضر عينيك. يعني ما كيقدروش يخرجوا يقولوا علاش، ولكن والصعوبه سي ابي طالب علاش ما كيقولوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غنكمل صديق وعليكم السلام. علاش ما كيقولوش علاش السي ابي طالب؟ لانه هو ما كاين لا مؤامره لا هذا الشيء كامل.